تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، سوف تقيم يوم غد إدارة خدمات العلاج الطبيعي حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي الثالث للعلاج الطبيعي. وتأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز خبرات كوادرها الفنية العاملة في مجال العلاج الطبيعي وتقديم كل ما هو جديد ومتطور في هذا المجال. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا اليوم أن نلتقي بالأستاذة لولو محمد العسكر، اختصاصي أول علاج طبيعي، للحديث حول المؤتمر. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في مساء الخير يا الكويت. مساك الله بالنور، أهلا. هلا فيك. بالبداية أيضا بدنا نتعرف على مؤتمر العلاج الطبيعي الثالث وأبرز تفاصيل هذا المؤتمر. مؤتمر العلاج الطبيعي الدولي الثالث سيقام تحت رعاية دكتور أحمد العوضي وزير الصحة في الفترة ما بين 6 إلى 8 مارس إن شاء الله في فندق سيمفوني، وسيضم العديد من الخبراء الدوليين بالإضافة إلى الكوادر المحلية لتقديم محاضرات للاختصاصيين العلاج الطبيعي، وستتم مناقشة 36 ورقة علمية بالإضافة إلى ما يقارب 32 ملصق علمي وتقديم 7 ورش عملية. حاليا تم تسجيل تقريبا 400 اختصاصي علاج طبيعي في المؤتمر. ما شاء الله تبارك الله. طيب، اختيار عنوان العلاج الطبيعي تحديات وإنجازات، ليش اخترتوا هذا الشعار؟ تم اختيار الشعار نفسه لإبراز النقلة النوعية في تقديم خدمات العلاج الطبيعي خلال العشر سنوات الماضية، حيث أنها مرت بتحديات كثيرة من أهمها التصدي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تقليل قوائم الانتظار للمرضى. والإنجازات اللي تمت خلال الفترة تشتمل على افتتاح 7 عيادات للعلاج الطبيعي في مراكز الرعاية الأولية اللي هي المستوصفات، بالإضافة إلى استخدام جهاز اللايرا في إعادة تأهيل مرضى الأعصاب في مستشفى جابر، وأيضا التوسع في خدمة الرعاية اليومية اللي بدأت في مركز الفهد للأطفال مستشفى الطب الطبيعي. ممتاز. أيضا ودنا نتكلم وسلط الضوء أكثر عن رؤية وزارة الصحة وإدارة العلاج الطبيعي وأهدافها أيضا من خلال إقامة هذا المؤتمر. رؤية الإدارة تبدأ باستكمال خطتها التطويرية اللي بدأتها منذ 10 سنوات، حيث نطمح إلى تطوير العلاج والخدمات العلاجية المتوفرة للمرضى وفق أعلى المعايير أسوة في دول العالم. أيضا تأهيل الكوادر المحلية عن طريق ورش العمل المقدمة، حيث سيتم وضع ورش للعناية المركزة واستخدام تقنيات الإبر الجافة، بالإضافة إلى العلاج المائي، وتأهيل جيل قيادي قادر على التصدي للتحديات الصحية. نعم، يعني هذه كانت الرؤية أستاذة لولو. أنا أود أيضا أهمية المؤتمر وإلى مدى سوف يساهم في عملية تطوير الرعاية الصحية بالكويت بشكل عام. أهمية المؤتمر في البداية إبراز دور العلاج الطبيعي كمهنة طبية مستقلة بذاتها لها العديد من التخصصات. أيضا إبراز دورها التوعوي والعلاجي والتأهيلي والوقائي أيضا، لأن إحنا نطمح إلى خدمة الأصحاء قبل المرضى. صحيح. وتأهيل الكوادر الوطنية وكوادر الصحية عندنا من خلال الورش العلمية والمحاضرات والمؤتمرات، أيضا من خلال مشاركة استشاريين من دول أخرى يعني لها باع كبير أيضا في هذا المجال. هل هالشيء راح يساهم أيضا في تبادل الخبرات أيضا العلمية لكوادرنا الوطنية؟ طبعا شيء أكيد، الاستعانة بالخبرات الخارجية يلعب دور كبير في توحيد الأساليب العلاجية بين التخصصات، يعني مختلف تخصصات العلاج الطبيعي عن طريق الأدلة العلمية وعن طريق آخر البحوث من خلال البروتوكولات العلاجية الموحدة. نعم، يعني نستفيد من وجودك معنا أستاذة لولو ونتعرف شوي ونعرف المشاهدين عن مهنة العلاج الطبيعي ودوركم بشكل خاص في عملية تخفيف معاناة المرضى. مهنة العلاج الطبيعي هي مهنة طبية كلينيكية قائمة بذاتها
فيها عدة تخصصات، عندنا تخصص العظام، تخصص الأعصاب، أطفال، قلب ورئة، أيضا إعادة تأهيل الطب الرياضي، ونحل نحاول ان احنا نعالج الكثير من الامراض التي تصيب هذه الاجهزه، مثل الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، ايضا مشاكل التقدم في السن، بالاضافه الى اضطرابات الاطفال. اما عن الدور بذاته فاحنا نعمل على الوقايه في المقام الاول، وفي حاله العلاج فاننا نعمل على اهداف قصيره المدى. حلو. مع المرضى تتمثل في زيادة ممكن قوة العضلات أو زيادة المدى الحركي أو تخفيف الآلام، لنصل إلى الأهداف بعيدة الأجل، وهي الوصول إلى المستوى الحركي المطلوب، تفادي الإصابة مرة أخرى، وتفادي الإعاقة بسبب الإصابة. ممتاز. إذا بدنا نتكلم أيضا عن خططكم المستقبلية لجعل الكويت مركز طبي عالمي، أكيد في خطط يعني إن شاء الله طبعا راح تطبق على أرض الواقع بالمستقبل. إن شاء الله. من أهم الخطط هو بناء مراكز تأهيلية شاملة تشتمل على فريق طبي متعدد التخصصات. حلو. حتى يتسنى للمريض أنه يتلقى علاجه كامل في مكان واحد، ما يضطر أنه ينتقل من مستشفى لمكان، فتكون كل التخصصات في مكان واحد. نعم. يكون مراكز تأهيلية. حلو. أيضا توسع في أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات بما يتناسب بالخدمات المقدمة، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من العيادات للعلاج الطبيعي في المراكز الصحة الأولية، حتى يسهل المريض الوصول الى الخدمه وتكون قربه يعني. اي ما يكون يعني السنه الاولى، هذا ما شاء الله المؤتمر العلاج الطبيعي الثالث الدولي، وانت اكثر من مره مريت في حديثك الاستقلاليه، يعني مستقل بروحه، وقاعد تاكدون عن هذا بروحه، تخصص بروحه، ولا كيانه الخاص فيه. تشوفين هناك تركيز اكثر الان في العلاج الطبيعي في التوجه له حاليا؟ نعم، يعني حاليا الوعي صار اكبر بالتخصصات بشكل عام، وخصوصا تخصص العلاج الطبيعي من ناحيه الانشطه التوعويه اللي احنا نسويها، ومن ناحيه استقبال المرضى ووصولنا الى المرضى بشكل اسهل مع افتتاح العيادات الجديده. والتوعيه اللي قاعد يقومون فيها بعد هذا شيء طبعا في ابراز كبير اللي يعني. صحيح. ما شاء الله تبارك الله. نعم، احنا بدنا نتكلم ايضا عيد عن نقطه مهمه اللي هي احدث الاجهزه المستخدمه ايضا في العلاج الطبيعي. صحيح. ايضا من ضمن الخطه التطويريه والرؤيه المستقبليه للاداره هو استخدام احدث الاجهزه والاساليب العلاجيه لخدمه المرضى وفق المعايير الدوليه. فحاليا احنا قاعد نستخدم الابر الجافه في علاج المرضى، بالاضافه خلينا نوضح شنو الابر الجافه، يمكن احنا يبقى شغل توضيح معلومه لنا بعد. هو استخدام هي تقنيه معينه يستخدمها اختصاصي العلاج الطبيعي لتخفيف نقاط شد معينه بالعضلات باستخدام ابر جافه، ما يعني ما تحتوي على اي نوع من الادويه. اوكي. جديد هذا يعتبر ولا قديم؟ لا جديد، يعتبر جديد. حلو. الكوادر الطبيه في العلاج الطبيعي، وانتم ما شاء الله قاعد اكدتي ان هناك يعني تطوير في المراكز في جميع المستشفيات والمراكز، ونحن بحاجه له، هل الكوادر كافيه عندنا؟ الكوادر الوطنيه اكثر؟ حاليا ما شاء الله يعني المخرجات في الجامعه كبيره ما شاء الله، ف يعني الاعداد في الزياد. مشاره حلوه. الحمد لله الاعداد في الزياد الحمد لله، وان شاء الله يعني راح يتم تغطيه المراكز الجديده المفتوحه بالجيل الجديد اللي قاعد يتخرج ان شاء الله. نعم. ايضا احنا نشوف اليوم بعض المرضى اللي يعني يروحون اكيد لهذه المراكز للعلاج الطبيعي، فيهم اللي يروح مرة أو مرتين ويتم يعني خلينا نقول ينقطع عن المركز نفسه، وفيهم اللي يستمرون. ليشون تقدرون تتابعون أيضا مع المرضى اللي يتلقون العلاج الطبيعي؟ يعتمد على المركز نفسه ويعتمد على حالة المريض. مرات كثيرة يكون المريض مو محتاج أنه هو يستمر فترات طويلة في العلاج، أنه هو محتاج فترات متقطعة في العلاج، أو مجرد أنه هو يمشي على الخطة العلاجية اللي وضعها الاختصاصي العلاج الطبيعي، ومن ثم متابعة على فترات
زيارات بعيدة بس عشان نتأكد أن المريض ماشي على الخطة الصحيحة. وفي مرضى لا يكونون محتاجين لمتابعة مستمرة على حسب الحالات. نعم. يعني سابقا يحس بألم في ظهره أو رجوله يعني العملية يروح للطبيب عادي فيأخذ الدواء وغيره. الآن صارني في ثقافة نوعا ما يعرفكم خاصة الديسك. أنا ما أعتقد يعني كوجهة نظر الشخصية إنه لا أعرف إنه في علاج طبيعي أكثر. هل تتوقعين إنه هناك خاصة في مجتمعنا هناك زيادة في الثقافة الصحية خاصة في موضوع العلاج الطبيعي الفترة الأخيرة؟ صحيح في زيادة في الثقافة خصوصا أن مبدأ الحركة ومبدأ الرياضة بشكل عام بدأ ينتشر بشكل أكثر في الفترة الأخيرة. قمنا نشوف الثقافة الصحية خلينا نقول الرياضية. قمنا نشوف الناس تتحرك بزيادة، الناس تروح النادي أكثر. صحيح. حتى يعني على مختلف الفئات العمرية. فقام يصير في وعي أكثر. واختصاص العلاج الطبيعي ممكن يأهل للشخص المصاب أنه هو يقدر يتمرن وأنه هو يتحرك بطريقته بحيث أنه ما يؤذي نفسه وبنفس الوقت يعطي الوقاية للشخص اللي ما يعاني من شيء عشان ما يضر نفسه في المستقبل. نعم. أيضا أنا شيء في آخر سؤال ودي أسئلة أيضا من الأسئلة المهمة النسائي. طبعا هل التغذية أيضا لها علاقة بالعلاج الطبيعي اليوم؟ كل التخصصات الطبية بشكل عام تتداخل مع بعض عشان خدمة المريض. فإحنا ما نقدر نفصل تخصص عن تخصص ثاني. فإحنا نكمل بعض. التغذية مع العلاج الوزن طبعا الرياضة كلها الأمور لها علاقة كلها بالعلاج الطبيعي. صحيح مرتبئة. صحيح هي مظلة كبيرة. الله يعطيك الصحة والعافية. بارك الله فيك على هذه المعلومات. شكرا لك. شكركم على الاستضافة. شكرا. طبعا كل الشكر والتقدير الاختصاصية في العلاج الطبيعي للأستاذة لولو محمد العسكر على الحضور والمشاركة معنا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. وأيضا ننتقل لفقرة أخرى من فقرات مساء الخير يا كويت، ويبقى الكتاب هو السلاح الذي لا يقني طبعا في محاربة أيضا الجهل وتعزيز سبل المعرفة والعلم. وصلنا معكم مشاهدينا إلى فقرة كاتب وكتاب، نتابعها معكم.